الرحلة 23. رجع عارف قطه ومفيش دايق. رن تليفوني، مكالمة من الخواجة بيحذرني منه وبلغني إن عارف متركب في جسمه شريحة متوصلة بالقمر الصناعي، وإن الجبل كله متراقب من أول يوم وصل فيه. قفلت السكة وأنا في منتهى الغيظ. والله عارف لوريك أسود أيام في حياتك أنت واللي مشغلينك. وندهت على الحراس وأمرتهم يفخخوا الجبل كله وياخدوا عارف على زنزانة الإعدام ويركبوا له جهاز تعقب في رجله، أعرف كل حركاته وأقدر أفجر جسمه في أي لحظة. ومنعت عنه الأكل والشرب ورميته في الزنزانة لحد ما يستوي، ولما فضاله هبدأ أعزف فيه. وأنا دخلت الحبس الجديد كنت متوقع أدخله في أي لحظة. زنزانة متر في متر، حطانها عالية وفيها شباك قد كف الإيد يدوب عشان أقدر أتنفس. وكان الحراس يدخلوا عليا كل كام ساعة ويرموا عليا مية ساعة عشان ما أعرفش أنام. عد عليا كام يوم ما كنتش بدوب فيهم اللقمة، وبدأت أحس بالتعب. بقيت مرمي طول الوقت على الأرض، رجلي خلاص مش قادرة تشيلني، لكن مخي مش بيقف عن التفكير. بحاول أصمد لحد ما يحصل اللي في بالي، لكن المدة طالت وبدأت أدخل في كومة. بشوف أوهام وأحلام يقظة، بشوف معركة بيني وبين صقر زي معارك الرومان زمان، والدم طاير من جسمنا ومغرق الأرض، وشايف مريم والشيخ واقفين بره بيصرخوا في صقر وبيقولوا له اقضى عليه بدون رحمة، وشايف شخصيات كتيرة من اللي اشتغلت معاهم جاية بتجري من بعيد عشان تلحقني، بس رجالة صقر معطلينهم وبيتعاملوا معاهم عشان محدش فيهم يقدر يوصلني، وشايف روحي وروح صقر هايمين فوقنا بيرقصوا زي ما يكونوا شمعتين بيتحرقوا، ومش فاضل فينا غير حتة صغيرة قوي.